ازاي اتخلص من الاحباط، انا محبط اعمل ايه؟ الاحباط ده ايه الاول؟ الاحباط ده طبعا انا هوزع النظر على 3 حاجات فركزوا معايا. الاحباط عبارة عن شعور سلبي، شعور نفسي سلبي جاي نتيجة محاولة ان انا عمالة اقاوم حاجة او وضع حالي او حالة نفسية او امر واقع عليا وانا مش عايزه، انا مش راغب فيه، انا عايز ادفع الامر ده، انا مش عارف فبحبط. الامر ده له علامات، يعني الاحباط ذات نفسه له علامات لازم نخلي بالنا منها. العلامات حزن شديد جدا، انا احبطت فانا حزينة جدا جدا او انا حزين مش عارف اطلع من الحالة الشعورية ديت. العلامة التانية ان انا دايما في قلق ودايما المزاج متقلب، يعني انا في قلق ومزاجي متقلب. والاسوأ علامة توقع الاسوأ، وتوقع الاسوأ ده يعني بيبقى طالع منه سوء ظن، ودايما انا متوقع الشر جاي قدام والسوء جاي قدام وابدا هيفضل حالي كده ومش هيتغير وانا 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 وانا. كل الكلام ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لحاجة واحدة بس، ان انا متوقع الاسوأ، دي علامات الاحباط. رابع علامة بيبقى عندي نوع من الكسل، كسل ده مش قادر بقى، ما انا محبط مش عايز اعمل حاجة فانا كسلان، انا اقوم اعمل ليه بقى، ما خلاص انا في حالة احباط والشعور السلبي ده مأثر عليك. خامس حاجة طبعا فقدان الامل، ودي كارثة من الكوارث، وخصوصا لما اكلم شباب دول ما عنديش امل خلاص فقدت الامل في الحياة. ليه؟ ليه ده انت لسه شباب ولسه قدامكم الحياة. لا اقول لك خلاص انا فقدت الامل وضع وضع وضع. طبعا كل الكلام ده هنعالجه النهارده لانه له حلول، ما يعني مش حاجه بقى ملهاش حلول، لا لها حلول. إيه الاحباط ذات نفسه بيبقى له اسباب، ماشي احنا نقول اسباب وعلاج، احنا قلنا المظاهر تعالوا نقول الاسباب. اهلا وسهلا بيكم، اهلا بيكم. طيب خلينا نقول اسباب الاحباط. اولا انا عايش في بيئه كئيبه جدا وكل اللي حواليا مكئبني ومعيشيني في الحاله الشعوريه السلبيه ديت، ان انا مش عارف اغير حالي فانا اكتئبت. البيئه اللي حواليه ذات نفسها بيئه كئيبه. يفشل في المحاوله ذات نفسها ان هو يغير قرار، ما انا طول ما انا شايف كده وواقف محلك سر ما برضاش اقوم، فانا فاشل مش قادر اخد قرار ومش قادر اغير الامر ده، ودي كارثه من الكوارث. ثالث سبب بصوا بقى الافكار السوداويه، ودي بيقع فيها الشباب والبنات، وانا بخاطب النهارده الشباب بصفه خاصه الجزء الاولاني ده، بس بيشترك فيه البنات والزوجات برضه. لكن عشان بيقول لك ايه بقى، انا عندي فكره، يبقى عندها فكره سلبيه او فكره سوداويه او فكره خاطئه، هو المخ اللي جابها بدون اي حقائق لا علميه ولا حقائق كونيه ولا حقائق شرعيه ولا حتى حقائق للواقع من رفع الواقع اللي هي فيه. فتيجي الفكره الغلط السلبيه اللي عليها ديت فتعمل ايه؟ فالمشاعر تتغير، فبعد المشاعر ما تتغير القناعات ذات نفسها تتغير والادراك يتغير، فالجوارح تعمل ايه؟ تحبط. بعمل كده، وانا شرحت لكم مره قلت لكم دايما لما بتاثر او بتسيطر الافكار السلبيه علينا بتبقى كارثه جدا يا جماعه. الافكار السلبيه والافكار الخاطئه يا ريتها صحيحه، يعني تيجي تكلم مثلا بنوته تقول لك يا بنتي انت فاهمه غلط اصلا، وعلى هذا الاساس انت اتصرفتي كده، او انت في حاله الاكتئاب اللي انت فيها دي، او في حاله الحزن الشديد اللي مش قادره تطلع نفسك فيه، يا ابن الحلال انت فاهم الموضوع غلط. ونيجي نفهمه، الافكار الخاطئه دي لما تبقى عايش فكره سلبيه تكسرك، تكسر ما تبقاش عارف تقوم. وقلت لكم عملنا مره تمرين مع حد واخد بطل في العاب القوه، حد كده مجانس يعني، بصوا ليك بقى عشان ظهر خليك وهلا وجعها مش قادره اتكلم. انا عارفه يا سمر بتقولي اللي بنشوفه من الدنيا بيخلينا محبطين، تمام ايه المشكله محبطين، هنقول دلوقتي ونطلع ازاي ويبقى الامل. انا هنا موجوده عشان تفرحوا وتضحكوا ويبقى عندكم امل. فالنقطه ان احنا بيبقى قلت لكم جبنا واحد كان بيلعب العاب قوه ومجانس بقى وعضلات وحاجه وايه بقى والسكسي حاجه جميله تراي وباي والكلام ده، وعايشناه بفكره سلبيه، وانا شرحت لكم الموضوع ده للناس اللي متابعه المحاضرات عارفه الكلام ده، وشرح وقلنا له عيش فاكر الامر السلبي كذا، امر محزن عندك، امر انت حاسس ان انت انهزمت فيه، وامر كذا وامر كذا. قال اه. قلت له ارفع ايدك. ورفع ايده. ها قلت له قومني بكل القوه والعضلات اللي موجوده فيه. ما عرفش يقاوم، انا جبت ايده لتحت. طبعا ما كنتش لابسه الجلد بتاع عشان الناس اللي ايه اللي بتصطاد برضو، لا يعني كان في حاجز وكان في هدوم وكان في كده، زبت ايده لتحت وما قدرش يقاوم، وده واخد بطل العاب قوه. ولما قلنا له عيشنا له فكره حلوه وذكرى حلوه وحاجه هو فاكرها وفاكر كان لابس ايه وفاكر ضحكته، وقلت له قومني ما قدرتش طبعا، هاتوا 5 6 جماعه نزلهم محدش قدر.
انت ما بتعيش نفسك في الفكرة السلبية، انت ذات نفسك مش هتقدر تطلع منها. اما تعيشوا نفسكم بقى يا ريتها بقى فكرة سلبية وبس، ده غلط والله صدقوني غلط، مش صح خالص، مش صح تماما الفكرة السلبية اللي موجود. طيب يبقى انا اما بعيش في الامر ده تتغير القناعات، يتغير الادراك، وبعد ما يتغير الادراك ايه بقى؟ الجوارح تنفذ، وده غلط، هيسبب لي احباط.